سعيد، زي ما قلت قبل كده، العملية اللي دخلت فيها دي عملية مهمة جدا وسرية جدا. خليك مستريح. وعلشان تقدر أهميتها أنا هقولك الهدف منها إيه. بالنسبة لسيد الوالد ما تأخذنيش، يعني هو راجل بسيط وعفوي وعلى نياته وممكن يطرطش بالكلام، لكن أنت حاجة تانية. أظن إنك تقدر تحافظ على السرية التامة. مظبوط؟ مظبوط سعادتك. مهمة سيد الوالد محصورة في دور خبير في الشراء الحمير، ودي حاجة ما يفهمش فيها إلا واحد مختص وعنده خبرة طويلة في الحمير. يا ريته كان عنده خبرة في حاجة عدلة. أنت عارف الحمير دي مطلوبة ليه؟ والله يا فندم أنا من ساعة تكليف سيادتك للسيد الوالد بالمهمة دي وأنا مخي شغال. هو سيادة اللي هو عاوز 10,000 حمار يعمل بيهم إيه؟ ويعني إيه أصلاً الحمير حرب؟ لكن بصراحة كده أقوله بحمار. أنت أكيد عارف الحرب اللي شغالة في أفغانستان ضد الروس. أسعدتك. طبعاً المجاهدين الأفغان بيلعبوا الروس عشان ناكل. ربنا ينصرهم بإذن الله. الحمير دي بقى عشان المجاهدين. أنت عارف إن المجاهدين بيختفوا في الجبال، فالحمير والبغال دي هي اللي ممكن تطلع الجبال وتمشي في الطرق الوعرة وهي شايلة معقول وسلاح. فهمت دلوقتي. بس فهمت، يعني نقدر نقول كده إن الحمير دي هي بمثابة سلاح المركبات بتاع المجاهدين. بالظبط. عشان كده أنا عايز الحمار يكون حمار بجد، لا عيان ولا عفتان ولا بيزك. عايز الحمار يكون زي الحصان بالظبط. وأحسن كمان يا فندم. السر ده لو حد عرفه فيها قطع رقبة. دي مش صفقة حمير، دي صفقة سلاح. يا فندم أنا عارف أقدر المسؤولية كويس قوي، وبعدين أنا عارف أنا فين وبتكلم مع مين، وعارف خطورة العملية دي قد إيه. وأديك بقيت المهندس بتاعها. ده شرف كبير قوي يا فندم، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن سعادتك. في شخص غيري هيتابع ويرتب معاك كل الأمور. هو اللي هيسلمك الفلوس، والرجال اللي معاه هم اللي هيلموا الحمير أول بأول. ده أنا كنت عاوز أسأل في النقطة دي بالذات. اطمن، كل حاجة معمول حسابها. إحنا هنسحب الحمير أول بأول. هي العربية النقل اللي بتشيل كام حمار؟ والله ما أعرفش بالظبط، لكن تقريباً كده من 15 ل 20 حمار، وده حسب طبعاً نوع العربية. خلاص، أنت وأبوك مهمتكم الشراء، والباقي هيكون مهمة ناس تانية. طب لا مؤاخذة يا فندم، يعني بالنسبة للشخص اللي هيتابع معايا قبل ما تخرج من عندي هتعرفه ويعرفك. بس خلي بالك من اللحظة دي لغاية العملية ما تخلص بسلامة الله، لا أعرفك ولا تعرفني. كل حاجة هتبقى بينك وبين الشخص الوسيط. ابعت لي علاء يا ابني. اتفضل يا شيخ خشوع. انت امرك غريب يا اخ معتمد، المفروض تكون اقوى من كده. البنات مفيش اكتر منهم. اشمعنى يعني بنت الحلواني؟ ما الدنيا مليانه وفيها الاجمل وربما الاغنى. يا شيخ رشوان، بالنسبه للجمال البنت دي سبحان الله عينيه مش شايفه غيرها. بالنسبه للمال انت عارف بنات الاغنياء بياخدوا ولاد الاغنياء. ثم انا ايه وهي ايه يعني؟ ما الحال من بعض. لا انت حاجه تانيه معتمد. انت مساعد مهندس وشغال في فندق 5 نجوم، ومهيتك ربنا يبارك لك عال العال، وعندك ورشتك وشغال الحمد لله عال العال. ده غير ال... ما توحد الله كده يا شيخ رشوان. اشرب الشاي يا اخوي، اشرب الشاي. لا ده مش حسد، احنا ما نعرفش نحسد. انا قصدي ان اهل البنت اللي انت ماسك فيها ومتبت دي ناس غلابه قوي على قد حالهم، ورزقهم يوم بيوم ومن الشارع. لا انت حاجة وهم حاجة معتمد. مش قوي كده يا شيخ رشوان، دول قاعدين في بيت يرمح فيه الخير. يعني انت لسه مصمم؟ ان شاء الله. رغم انك اتهنت في بيتهم، والواد اخوها الصايع اللي ما يسواش 3 تعريفة ده اقل ادبه عليك. ده غير انه خدنا في الرجلين احنا كمان. المهم الشيخ شفيع رايه ايه؟ زعلان طبعا، بس هو احتمل الاهانة دي عشان انت غالي عنده. وبعد اللي حصل ده يا شيخ رشوان لا مفر. البنت دي لازم تكون في فراشي، لازم أن تكون في فراشي. عند يا معتمد يا اخويا ولا رغبة فيه؟ الاثنين. طب حس بقى انك نشفت دماغك، فانا ما قداميش غير ان ابلغ سيدنا الشيخ شفيع، هو الوحيد اللي يقدر على حل المعضلة دي. لكن ايه يا شيخ رشوان؟ ازاي هتناسب ناس مش ولا بد، والواد الصايع اخوها اللي ما يسواش 3 تعريفة ده هتعمل فيه ايه؟ اديك شفت اللي عمله مع ابن الزايد. هو الواد ده يا شيخنا هيتهد. هيتهد ازاي بس وهو حواليه بلطجيه؟
كلها كام يوم وهيبقى زي الصرمة القديمة ويمكن يضرب بيها نفسه كمان. ايه؟ ناويله على حاجة؟ مش أنا يا شيخ رشوان، الأقوى مني ومن الكل. هتشوف حكمة ربنا سبحانه وتعالى. الثانوية العامة نتيجتها قربت، والفرحة المنتظرة بقى لما يسقط ونفسه تتكسر. إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. كله بأمر الله إن شاء الله. بإذن الله. السلام عليكم. صلاة الضحى. اتفضل الزعتر. يا كابتن جمال ازيك؟ انا عاطف ربيع. المسبوسه يا كابتن. ايوه الله يخليك يا كابتن، دي شهاده اعتز بيها والله. يا كابتن عايز اقابلك كابتن، يعني دي امنيه من امنيات حياتي. في النادي؟ طب وانا اخش النادي ازاي؟ ماشي يا كابتن، ماشي يا كابتن، الف شكر، الف شكر يا كابتن، تحت امرك، مع السلامه. الحساب يجمع. ماشي يا عم عاطف، اتفضل. اه بالحق، نسيت اقول لك يا معاطف. خير ان شاء الله. الحاج محروس البلتاجي بعت لنا واحد من اللي بيشتغل في المحل بتاعه، بيقول لنا خفوا شويه من استهلاك الميه، اصل الفاتوره بتجيله اكتر من نص الايجار اللي بندفعه. الراجل عنده حق، ما هو اصل النواره بتقعد تحت الدش 24 ساعه. وانت زعلانه ليه يا كره النظافه؟ فاتين تعالي هنا، انا نفسي اعرف انت قرش من الحج ليه؟ شايف دلع بناتك يا ابو عاطف؟ مش وقت الكلام ده يا بنت الدهيه. الحكايه دي ورا منها حاجه. الراجل ده والله اعلم مش عاجبه الايجار اللي احنا بندفعه. ليه؟ هو مش ده الايجار بتاع الحكومه اللي كل الناس ماشيه عليه؟ ايوه يا اختي، بس الدنيا عماله تغلى والايجار ثابت زي ما هو. البيت ده انا خدته باربعه جنيه من بابه، وهم دول اللي احنا بندفعهم دلوقتي. انا بسمع يابا ان عنده فلوس تملى خزن، جت يعني على تمن الميه؟ انا هفوت بكره على الراجل ده، هقول له عداد الميه احنا اللي هندفعه. هو صحيح راجل غني ومتيسر، الله يسهل له، لكن اهو برضه كل واحد اولى بحقه. وعزة جلال الله يابا، انت راجل طيب. وهي يعني الميه تمنها كام؟ وهو نقفل باب الشكوى. هيطمع يابا. بعد كده ملوش حاجه عندي، لان في قانون محدش يقدر يخالفه. أنا جات لي فكرة، أقولها ولا بلاش؟ قولي يا ست الكل، ده أنت الخير والبركة. إيه رأيكم؟ بدل يعني ما نبعت له الإيجار كده حاف، نبعت معاه حاجة حلوة، أهو يعني نكبر الود شوية. والله والله أنت بركة يا أم عاطف. الله، الواد عاطف فين يا جماعة؟ معادك هنا يا استاذ وليد. دخلك انا بس كنت عايز اتكلم. اتفضل اطلع بره كابتن. اتفضل اطلع بره يا صالح. طلع الاستاذ بره لو سمحت. حاضر. طالع. اتفضل. كابتن جمال. طبعاً نزل. اتفضل. كابتن جمال. كابتن جمال. ايوه. انا عاطف، عاطف ربيع. بتاع البسبوسه. انا متشكر جدا يا عاطف على البسبوسه. انت هتبقى احسن حلواني في مصر. لا يا كابتن، مش عايز ابقى حلواني. انا عايز ابقى معاك. عايز تقول لي بقى انك عايز تبقى لعيب كوره. لا ولا دي كمان عاوزها.
انا عاوز ابقى من رجالتك يا كابتن، يعني اشوف مصالحك، ابعد عنك الناس الغلسه ان شاء الله حتى لم كور. انت ايه بالظبط يا عاطف؟ انا بحب حضرتك جدا والله، مش نفاق دي معروفه. انت ايه غير انك بتاع بسبوسه؟ لا يا كابتن انا مش بتاع بسبوسه، انا بساعد ابويا، امتحنت الثانويه العامه وان شاء الله هخش الجامعه. طب تمام تمام كابتن، عايز ابقى معاك يعني ابقى من رجال، شغلني اي حاجه، اي حاجه كابتن عايز اخدم والله. انت قلت لي انك مستعد تلم كور، ها؟ هجيب لك التاني. تسلم ايدك يا بنتي. بنتك؟ ايوه بنتي، والعيال اللي في المخزن دول كلهم ولادي، بس انتي قاعده هنا ليكي مكان لوحدك، وكنت اتمنى مبسوطه تبقي بنتي بجد. على ايه يا ريس؟ يا بنت المحبه في الروح، وانتي روحك طيبه وجميله، عارفه انتي عندك شويه حاجات كده مش موجوده عند حد اليومين دول. طب ما تقولي لي كده وتفرحيني. ماشي، حنينة وطيبة ووفية وعبيطة وهبلة ومندفعة كمان، عايزة حاجة تانية؟ بالك انتي انا ما بعرفش ازعل منك، حتى خناقة الواد رجب لما خبتيها عليا ما زعلتش منك ابدا. طب ما انا غالية عندك كده بقى، ما تخليني جنبك على طول ارعيكي، وبلاش الشغل ده، هو انتي تغلبي في لقمتي؟ اغلب في ايه يا هبلة؟ انا اغلب في لقمتك؟ ده انا لو عايزة البسك من فوقك لتحتك حرير في حرير اقدر، ومش بس كده، ما خليش حته في جتتك باينه الا متغرقه دهب وصيغه. طب حسب مساله كده بقى ينوبك ثواب، انا ولا عايزه دهب ولا حرير، انا مش عايزه بهدله الشوارع دي. شغلك في الشارع ومرمطتك علام ليكي. مش عايزه العلام ده. بلاش تستعجلي، كل شيء باوانه ومبسوط. استبر اقطمي اقطمي. استني، قام وزير التربيه والتعليم صباح اليوم باعلان اسماء الطلاب الاوائل امتحان الثانويه العامه. واحنا مالنا بالحاجات دي؟ ولا يكون حد في المخزن بيذاكر منزل؟ يكونش رجب الفرخ. اما مجموع الاهميه انتك مصيبه مبسوطه يا بنت، بطلي هبل. قومي شوفي لي رجب فين، هتلاقيها القهوه بتاعته، ما هو يحب يظبط نفسه قبل الشغل. حتى نقرك من نقره ليه؟ اجوزهولك يا بنت؟ اخس وراب، هيتجوز حدايه مردوش ببعضيهم، ده حتى بينهم عداوه. بقى هو غراب برضه؟ يعني انا الحدايه؟ انت قمر يا بنت فاشر، بس لو تستحمي بصابونه فنيك. انت ليه عايزه تلمي المتعوس على خايب الرجا؟ وبعدين مش عايزه اتجوز من اساسه. هعمل لك شاي؟ هعمل لك شاي يا اختي. خلاص ان شاء الله عنك ما اتجوزتي. ما سمعتيش الراديو قال ايه؟ قال ايه يا اختي؟ ثانويه عامه يا بنت، فلوس شغل. اطلعي شوفي لي رجب فين داهيه، وتقولي له التعليمات اللي هقول لك عليها بالظبط. نجحت. حبيبي يا حبيبي، الف الف مبروك يا ابني، هقبل كده يا رب ما اشوفك وانت معاك الشهاده الكبيره. مبروك يا عاطف. الله يبارك فيك. وايه اخبار المجموعه بقى يا بطل؟ لسه مش عارفين يا بنتي. ان شاء الله يا اما طب يا هندسه. الف مبروك يا ابني، وربنا يتمم مشوارك على خير. بقول لك ايه يابا، النهارده توزع بسبوسه وكنافه على كل الناس ببلاش. وانت هتقولي فيها، اعملي حسابك كده على كام صاج بسبوسه، على كنافه، على بقلاوه. يا سلام، ونعمل كمان شربات. هو في فرح من غير شربات يا اختي؟ لو النجاح ايه لازم ياخدنا السيمة. صح، حلاوه النجاح. بس يا بنت انت وهي، الله، هو اخوكم معاه فلوس لده كله؟ هي جت على سيمة بس ياما، ده بعد السيمة في عشوه حلوه، وبعد العشوه الحلوه في فسحه حلوه كمان. جرايه نوار، انتوا تغريين، انتوا كده هتخلي اخوكوا يندم ان هو نجح. جرايه حتى نجاح ما بيجيش غير بعد شوق. اه منك انت يا سهلانه. مبروك مبروك. نقوم بقى نشوف اكل عيشنا. ربنا يبارك لي فيك يا حبيبي. عايزه تشوفي فيلم ايه بقى؟ محمود ياسين؟ الله بحبه قوي. محمود ياسين. مبروك يا عطوم. نوار، هو اخوكي ماله؟ مش عارفه يا ماما. بقول لك ايه؟ انا هطلع اشوف. اه يا بنتي، الاحسن يكون ما نجحش وخايف يقول. حاضر. شوفي مين يا تغريد.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الوالد موجود بإذن الله؟ بإذن الله موجود. بابا في واحد عاوزك. أيوة ادخلي انت يا تغريد. خير إن شاء الله. ازيك يا عم ربيع؟ أنا كنت جيت لك قبل كده مع الشيخ شفيع. أهلا بيك وبالشيخ شفيع. لا مؤاخذة مش قادر أقول اتفضل. أديك شايف حسن الشغل اللي احنا فيه. لا هما كلمتين. سيدنا كان عايز يشرب معاك الشاي في الجمعية لو كنت فاضي. ولو مش فاضي حد يقدر يتأخر على طلب للشيخ شفيع؟ لا في حاجة. بذمتك ده شكل واحد ناجح. نجاح زي قلته. مجموع يسد النفس. أنت مش قلت لأبوك إن أنت لسه متعرفش المجموع؟ أنا مش عايز أبوظ فرحته. المهم إن أنت نجحت وخلاص. أمك مش عاجبها حالك. بتقول ان انت يمكن تكون سقط ومش عايز تقول لنا. من زي طمنيها. المهم بس بابا ما يعرفش النهارده. هيفرق ايه النهارده من بكره؟ هيعرف هيعرف. اللي انت جبت مجموعه قد ايه؟ ما قلت لك يسد النفس. افهمي بقى. ايوه كام يعني؟ مالك نازله مدلدله كده؟ لو هيكون حصل اللي ببالي. هو لا طب ولا هندسه. امال ايه؟ 61%. لا حول ولا قوه الا بالله. نجاح زي عدمه. ما تاخذنيش يا راجل يا طيب، احنا قاعدين هنا يعني ومش قاعدين في المكتب. اصل بصراحه المكتب ده بيجيب لي خنقه. هنا براح. ايوه هنا كويس. الله ايه مالك؟ شكلك كده متقدر ومساهم زي ما يكون راجل اتحرق له زرعه. الحمد لله يا سيدنا، والله احنا في خير ونعمه وربنا كرمنا. الحمد لله. الارفع يا سيدنا. جزاك الله كل خير يا سيدي. جزانا واياكم. بس برضه شكلك كده ما هوش عاجبني، في حاجة اتكلم بقى. الواد عاطف ابني يا سيدنا. خير ماله؟ أنا سمعت ما شاء الله يعني إن هو نجح في الثانوية العامة. ويا ريته كان سقط، كان أحسن له. ده جايب مجموع يا سيدنا لا يودي ولا يجيب. يا ساتر يا رب. وده جاب كام في المية ده؟ بيقول 61%. يا سيدي المجموع اللي هو مزعلك ده بإذن واحد أحد هيدخله كلية ماهيش بطالة. بس بيني وبينك الكليات دلوقتي كلها بقت زي بعض، ما عادتش تنفع. علم لا ينفع وجهل لا يضل. ايوه يا سيدنا، بس كل اب عاوز ابنه يكون احسن الناس. احسن الناس دي بتاعت ربنا. ثم ان كل الشهادات زي بعضها، عامله زي رخصه العربيه، المهم ان كل واحد يبقى معاه رخصه. انا مش عاوزك تزعل وتشيل هم على حاجه ما تستاهلش من اصله. نصيبه كده. ايوه كل شيء نصيب. شو بقى راجل طيب؟ انا زعلان منك. معتمد اتبهدل قوي ببيتكم. بهدله عن بهدله تفرق يا سيدنا؟ واحنا بهدله بنتنا في الشارع كانت اشد. عندك حق، الحق حق، لكن هو برضه اعتذر ولسه عندي كلام. اي كلام يا سيدنا؟ يناسبك يا راجل يا طيب. معتمد عريس تتمناه الناس كلها. طب انت تعرف ايه عن معتمد؟ معرفش، أنا كنت بقابله في الجامع. حرماً يتقبل الله، إزاي الصحة وبس. طب أنا هقول لك بقى كل اللي أنت ما تعرفوش عن معتمد. يا ست هانم، الفرح اللي احنا رايحينه ده في امبابة، والشارع اللي احنا ماشيين فيه ده ملوش سكه خالص لامبابه. بقول لك ايه يا عم فوزي، اسمع الكلام، ما انا لازم اشتري فل قبل ما اروح الفرح. قولوا لي بقى كده. الفرح اللي فات اشتريت منها فل وكانت ليله فل الفل، صح ولا لا؟ في الزحمه دي عقبال ما نوصل لامبابه يكون الفرح شطب. معلش يا عم فوزي، عشان النهارده الخميس وبكره اجازه والناس نازله تفك عن نفسها شويه. عم فوزي ايه؟ البنت بتاعت الفل اهي، زمر لها زمر لها. يا بتاعت الفل يا بتاعت الفل. مساء الجمال عليك يا فل الفل، يا مطربة يا نجمة النجوم. بقولك ايه،
الفل اللي معاكي ده كله بكام؟ بخمسة جنيه بس. طب هاتيه كله. كله؟ اه خد يا عم فوزي. يكبر بخاطرك يا رب. خد ادي 10 جنيه، 5 للفل و5 تروقي نفسك بيه اخر روقان. انا بحبك قوي. البت دي وشها حلو عليا قوي يا عم فوزي. الليله اللي فاتت النقطه كانت بالكوم، والله ما انا عارفه السر فيها ولا في الفل. يا ست هانم، السر في قلوب الناس، لو مليانه هتتكلم ولو فاضيه هتخرس خالص، انما تقولي لي بنت والفل بتاعها ده مش كلام. عنك انت عايدهم لك. انا جميل. انت تعرف انا مين؟ الاول تعرف انا مين؟ هتكون مين يعني؟ انا ابو ارن. ابو ارن؟ ده انت ابو ارنين يا هلا. اياك مش عارف ان ابو ارن مقبوض عليه. بقول لك ايه، تسمع عن النعجه؟ انا تبعها، وبما انك تعرف ابو ارن يبقى اكيد تعرف رجب الفرخ. طلع يا اللي معاك يلزمني. ليهم ومطوة. مع السلامة يا على. لا تعمل كده تاني، عارف لو شفناك في المنطقة دي تخرج منها حبلة. بتعمل ايه يا سميح؟ بعمل لك حاجة تاكلها. والبنات اتعشوا؟ من بدري وطلعوا على اوضتهم. يعني ناموا؟ مش عارفه، مالهمش حس. مالك يا ربيع؟ في ايه؟ الموضوع يخص النواره. هي دي الموضوع اللي يخص النواره. ما هو يا سميحه لازم يكون عندك علم بكل حاجه. لازم اقول لك على كل اللي عرفته عن القسطه معتمد. سامعاك يا ربيع. الراجل عنده شقة برحة. الست بتعوز راجل مش شقة. وبيشتغل فني تكييف في فندق من الفنادق الكبيرة اللي على النيل، ومهيته تفتح بيت من وسع. ده غير الورشة بتاعته، بتكسب بسم الله ما شاء الله. وأصله وفصله يا بالبنات. صبرك بالله عليا. الراجل كان عايش مع أمه خدام تحت رجليها، أصلها كانت صاحبة مرض، وعشان كده جوازه تأخر شوية، ولما ربنا افتكرها حب يكمل دينه. واخلاقه يا ابو البنات؟ اخلاقه ما هي باينه قدامك اهي يا وليه. الراجل كان بيرعى والدته المريضه، هي رعايه الام المريضه دي مش اعلى حاجه في الاخلاق. الله، وانت عرفت الكلام ده كله منين؟ من سيدنا الشيخ شفيع، وده راجل كلامه ملوش رد. والله ما انا عارفه اقول لك ايه. وهيدفع المهر اللي نقول عليه. وبنتك نواره، فين من ده كله؟ مالك يا راجل انت باصص لبنتك كأنها صينية بسبوسة بتلفها عشان توصلها للزبون. هتتعشى ولا لأ؟ صارك لحد دلوقتي يا بنت؟ مش جاي لي نوم. ابو قاعده بره ليه؟ الرئيسه نايمه وطافيه التلفزيون، مش لاقي حاجه تسليني. اتاخري شويه. اتاخري يا بنت شويه. حاسب هتقعد عليا. مين الست اللي بتغني في التسجيل ده؟ دي نعناع. حسها وحش. جزاي القمر، ده الفرح عشان يبقى فرح لازم تكون هي صاحبة الليل. صاحبة الليلة؟ طب بقول لك ايه؟ هتيجي نبعد بره شوية كده. ونبعد ليها فرخ، اوعى ايدك. عشان نعمل ليلة وتبقي انت صاحبة الليلة. ما كانش ينعز. طب اتغطى عشان برد يعني. ما يحكمش.
جرى ايه يا بت؟ انا اللي هيتقال لي ما يحكمش ولا ايه؟ الله، انت فاكراني لسه شايفك امبارح ومعرفش انت ايه؟ بقول لك ايه، المخزن قدامك، وجيك عارف طريقك وعارف مين بيستنى رجعتك. شغلك انت تمام يا مسامسم. حوش ايدك ولم نفسك يا بت. ما يصحش كده، ما يصحش. ده انت ليكي تحت كل كوبري نومه ومنعمه تراب الخرابات. يبقى زيك زي غيرك. يعني ايه مبسوطه؟ يعني كله بحقه، ما عنديش حاجه ببلاش. يخرب بيت اهلك اذا كان ليكي اهل. انت يا بت طلعتي كده؟ ما فاكرني بنام تحت الكباري مزاج ولا ريحه الخرابات بتكيفني؟ كله بحقه يا فرخ، وكفايه اني بستحمل الرمم اللي زيك. كله بتمنه بتاعت الخرابات. الله العظيم. الكلام الفارغ اللي انا بسمعه ده، الراجل ده بيخرف. دي اخرتها. دي اخرتها يا خلفة العفاريت، تطول لسانك عليا. انا مالي بيك؟ انا كنت بتكلم على عريس الغفله اللي انت بتقول عليه. واحد الله يا ربيع، كلام ابنك مش ليه؟ اوعي ابنك يقصد عريس الغفله اللي انت عمال تجيب في سيرته ليل ونهار ده. اوعي واحد فيكم تروح تجيب بخور. اوعي انا روح بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عرفت دلوقتي ايه سبب الوكسه اللي انت فيها بتاعت الثانويه العامه، من الافتراء وطوله اللسان على عباد الله الصالحين. الصيع اللي زيك مكانهم مش هنا. الصيع اللي لحست القرعه لهم مكانهم في الشوارع والخرابات اللي بره. شوارع خرابات؟ عليا النعمة، لو نورت جواز الزفت اللي اسمه المعتمد ده نكون مكسر الدنيا. وانت مالك؟ شأنك ايه عشان تقول اه ولا لا؟ بدل ما تزعق وتهب في وشي زي الكلب السعران، روح شوف الخيبة والوكسة اللي انت فيها. ايه جرايه يا ربيع؟ بقول لك ايه؟ ابني لو موجود ولا هو خايب، ابني ناجح زي الفل. وبعدين هو عنده حق، الصايع دوت بتاع التكييف، منين عايز يتجوز البيت ومنين بيسلط عليها اللي يعكسها ويقل ادبه عليها؟ خذي يا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. امسك ابوك. الشيخ شفيع رساني على غرضه وقلت لي. على فكره شفيع بتاعك ده مش نبي، عشان كل حاجه يقولها نقول له امين. كله للشيخ شفيع يا عادم التربيه. على فكره لو الشيخ شفيع ده بقى مسامح معتمد في اللي هو عمله، احنا ما ينفعش نسامح يابا. نورة دي شرفنا، عيب. وانا عايز اعرف الشيخ شفيع ده مهتم باموره قوي كده ليه؟ عشان راجل بتاع ربنا وبيحب يخدم، وكل الناس بتحب تسمع مشورته. طب ما انت بتاع ربنا وبتحب تخدم، بس عارف ايه الفرق بينك وبينه؟ ان انت مش واخدها شغلانه، ماشي طول النهار والليل سارح في الحته بدقنه وجلابيته البيضة. انا هموت اعرف بطاقه الراجل ده مكتوب فيها بيشتغل ايه. شرح حسد الاذا حسد. اوعي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا حبيبي. وحيد الله كده يا حبيبي واستهدى بالله. الله يا حبيبي. ربيع عطف جاي صالحك. وبعدين بقى الله، ده انتوا مالكمش غير بعض، وانا والبنتين مالناش غيركم. انا اللي اقول اه وانا اللي اقول لا طول ما انا عايش. لا لا الكلام ده ما ينفعش. لما تبقى عايش في البيت ده لوحدك تقول اه او لا براحتك، خصوصا في المواضيع المهمه. الراي بيرجع لينا كلنا. نوره هي اللي تقول اه او لا في الموضوع ده بالذات. ايوه هو ده الكلام المظبوط. اه هو ده الكلام المظبوط. رايك ايه بقى يا صاحبه الراي؟ ما بس ازاي اتجوز واحد ما اعرفش شكله ايه؟ نعم ما تعرفيش شكله ايه؟ امال هو جاي يطلب ايدك بمناسبه ايه؟ ياما ما هو شايفها بدل المره 50 وكان حاطط عينه عليها، وبعدين هي هتشوفه منين؟ ما هو ضمن كتير من اللي بصوا عليها في الشارع. جرى يا عاطف؟ هي اختك بتخرج في الشارع عشان بس تبص عليها؟ الله فتحسن كلامك. خلاص يا ماما ما حصلش حاجه،
أنا مسامحة ومقبولة منك على كده، بس الراجل اللي اسمه معتمد ده أنا لا عمري شفته ولا عرفته ولا حصل بينا كلام ولا عارف حاجة عنه خالص. يبقى تسمعوا اللي هقوله وبعدين تعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. عايز تقول ايه يا ربيع؟ الجدع شغال فني تبريد وتكييف في فندق 5 نجوم ومهيته تفتح بدل البيت 200، ده غير ورشته بسم الله ما شاء الله شغالة وعنده شقته وحيدفع المهر اللي هنقول عليه، يعني جدع ماله هدومه، وإذا كان على إن نوارة تشوفه دي سهلة. آه سهلة، لا لو نوارة شافته ورضيت بيه أنا برضو مش موافق. الله مش موافق ليه يا عاطف؟ كده مفيش حاجة اسمها كده، لازم يكون في سبب. بارد بارد زي أجهزة التكييف اللي بيشتغل فيها، في حاجة غريبة أنا مش مستريح له، يعني سحنته وتخنق. هو أنت اللي هتتجوزه؟ أيوة بابا أنا اللي هتجوزه، ومش أنا بس اللي هتجوزه، كلنا هنتجوزه، فلو نكد عليها النكد هيطولنا كلنا. طب وإذا كان هيعيشها في السعد والهنا؟ لا المناظر دي ما يجيش من وراها سعد وهنا، تصرفاته الغريبة تخلي أي حد عاقل عنده مخ يهرب منه. إحنا تعبين نفسنا ليه؟ هي تشوفه الأول وربنا يسهل وتقول لأ، ويا دار ما دخلك شر. مش يلا بقى نشوف أكل عيشنا. قال الفيلسوف فضل الشيخ جابر جاي يبارك لك يا عاطف. مبروك يا عاطف يا ابني. الله يبارك فيك يا شيخ جابر. ما تفرد وشك يا ابني، انت مالك عامل كده؟ كل شيء اسمه نصيب ومحدش هياخد اكتر من نصيبه. الشيخ جابر قصدك في خدمه وجاي بنفسي يقول لك عليها. اذا كانت في استطاعتي يعني. ان شاء الله. عاطف يا ابني طبعا انت كل ليله بتسهر لغايه وش الفجر، صح؟ صح يا شيخ جابر صح. من ابني يديك الصحه، بس عايز اقول لك حاجه، في بعض الليالي ببقى تعبان قوي ومجهد قوي. لا ربنا يديك الصحه وطولة العمر. طيب اذا جيت الجامع وما لقيتنيش قبل الفجر نص ساعه بالنيابه عني ادن انت. لا ايه الليله اللي مش فايته دي بقى؟ الله الله مش فايته ليه بس يا ابني؟ هو طلب منك منكر؟ يابا انا خريج ثانويه عام مش ثانويه ازهري. يا ابني انت راجل مسلم وابن راجل مسلم وربنا هيجازيك خير الجزاء يا ابني. مش كل المسلمين بيعرفوا يقدموا يا عم الشيخ، انا صوتي وحش. انا اخترتك بس عشان انت قريب من المسجد. حاضر خلاص ان شاء الله هدن في الضروره القصوى يعني. النهارده مان راجع عفريت ومش راجع عفريت، الناس باين عليها اتجننت. راجل عادي ده ولع السوق، ده بيشتري بأي سعر، اشترى السوق كله ما سابش غير المكسحه والعدمانه واللي يا دوب تنفع بيبيعها للاسود في جنينه الحيوانات. ما ده اللي غلى الحمير. دي مولود من 4 سنين بس، امه لسه عايشه وشغاله وعالي العقل. يا راجل حرام عليك قول الحق، الحمار ده سنه 6 سنين مش 4. يا معلم بقول لك 4 صدقني، دي مولود على ايدي وزي ضلايا. اختشي يانا المعلم، طالما لك 6 يبقى 6. اشتريت بكام يا معلم ستوحي؟ 75 جنيه. افتح الله يا معلم لسه بدري، دي حصاوي. طالما لسه بدري بقى خليه هناك قاعد جنب امه. سايق عليك النبي يا معلم، زود اي حاجه كده عشان ربنا يبارك لك يا اخي. امري لله. 77 الله يبارك لك فيها يا معلم. حاسبه يا زكي.